يلا ابشر بسعد. ابو علي بدل ما تجلس مع واحد جلس معنا كلنا. ايه عشان كذا انا قلت ايش؟ الحلقه الاخيره جماعيه كلكم. ختامها مسك. ختامها مسك. لذلك اليوم عندنا فقره بريد 25. الله حلو. جميل حلو. الفكره يا طويل العمر والسلامه انت وياه. ايوه انت وياه. طبعا انت وياه سبك بالعقال كثير سبك. في كلمه واحد من الشباب يستحي يقولها سعد، ناخذ بناء سعد. طبعا المدح زايد ما نبغى، نبغى فقره جميله نضحك بعيدا عن الرسميه تماما. حلو حلو. كل واحد منكم الان بيسحب ظرف، بيحصل اسم داخل الظرف، بيكتب له رساله. مضبوط. الله حلو حلو. نقدا او مدحا او ايش؟ نقدا مدحا، يعني مدح الاسراف المدح ما نبغى، لانه احنا نعرف بعض وخلاص. ابغى اكتب رساله انا حلوه مره. يا سلام. اسمع ان شاء الله يجيك الشخص اللي انت تبغاه يا رب. اسلم. اسمع اسمع. عادي عادي اكتب، عادي اكتب يعني شايف شخصيته صح؟ اي في ايه؟ نقد في الشخصي ما عليك روح. حلو. المهم اسمع. جيب جيب. بعدها يا طول العمر سلامه نرجعها في الصندوق. ممتاز. حلو. ونقراها حبه حبه. بقراها حلو. فمثلا معاذ برشيد ما يدري رسالته كانت من مين. حلو حلو. شايع ما يدري رسالته كانت من مين. حلو 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 حلو. بعطيكم 10 دقائق. ممتاز. حلو. يلا. في خلال 10 دقائق اللي تكتبوا رسائل. حلو. بناخذ رسائل هاشتاج من الهاشتاج. حلو. تمام. ايه. بناخذ رسائل من الهاشتاج من الجمهور. يا سلام. للشباب. للشباب بدون ذكر اسم. تمام. للشباب بشكل عام. وانا راح اقرا من الهاشتاج. تمام. مضبوط. حتى التغريده بدون اسم. حتى التغريده بدون اسم. التغريده رساله الى الشباب. مثلا نقد بناء. شيء يعني تعدل فينا. لكل شخص مو بالشباب. لا لا للشباب بشكل عام. رسالة للشباب. يعني رسالة لأهل الشباب. إيه هي رسالة، رسالة تكون للشباب. فهمت قصدي؟ يعني مو رسالة إلى زياد. لا. طيب اسم سعد موجود في الأظرف؟ لا. ليه؟ طبعا أنا سويت. أنا قول لي أنا رافع كذا قاعد أقول يا رب سعد يجي يا رب سعد. حلو. عشان إيش؟ لأنه 9 شباب حلو، فكل واحد معه رسالة. أنا ما راح أكتب ولا راح يكتب لي. أنا برسل لك حقك في الواتساب. أنا خلاص بعد هذا في الجروب حق اللي أرسل لك في الواتساب. حلو. طيب يا سعد. راح ابدا اسمي انا، راح ابدا بتوزيع الاقلام. ها لو طلع اسمي انا. لا لا مستحيل يجي اسمك. مستحيل. ليش مستحيل؟ انا اقول لك ليش. طيب يلا قول. الين الوزع هو بعد ما ليش حاسس انه شخص واحد. عبد الرحمن عارف نفسه. اللهم اجعل. خذ لك قلم يا طول العمر والسلامه. يكون نفسه مليئا بالنقد كي اعبئ الورقه كلنا على شخص واحد. سم ما تقراها بالله. لا تفتح. لا تفتح بالله. هذا واحد. لا حد يفتح. يبيك احلى اعمال كلكم منقود. ايه بالله الشباب. لا حد، لا حد يشوف اللي بجنبه. ها بالله لا حد يشوف. طبعا هذه لزياد. بسم الله. هي حلاوتها انه ما حد يشوف الكلام ولا يشوف الشخص. لا بلا حد يشوفها بالله. لا نصبر طيب بعد شوي. هاني ترى اعرف خطك انتبه. اي والله هذه فضيحه. لا انا خط مره معروف ترى. اي واضح انت فرنسي. ما حد ما حد بيقراه. ما حد يشوف خطك. انا اللي بقراها. ما حد يشوف. والله خذ راحتك. هذا اذا عرفت تقرا خطك. اي هذا عرفت تقرا. اشرب من خطه هذا انا. هذا مره فضيحه. دوب انا سم 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 الله يدوب. هشام هشام لا تقراه. نقد بناء قلنا هذا الجميع. والله ايوه. لا 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 اصبر اصبر. بعد ما قريت ايش بعد؟ والله ما قريت. استغفر الله العظيم. سم ولك والله ما طلع اسمي. قلت تبغى بعد ال لا لا في دراسك روح. مو مكتوب. نقد ها كريم. على الرسالة؟ اه انك كريم. لا مو هنا مو هنا تكتب. عارف عارف بس ابغى تكفى الشخص اللي في بالي تكفى. سم الشخص اللي في بالي تكفى. والله ما تجي على حسب. يا رب يجي هو. مع ان انا جيت اخر واحد. يا صراحة انا بس اكتب عنكم والله. نقد. وان والله القلم لا يجف. كيف تشوف انت يكتب نقدا فيكم؟ اتمنى انك بس. شباب 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 الان كل واحد بالله لا احد يشوف. طب ما اعطيتني قلم يا قلبي. سم شباب لا احد يشوف بالله الورقه اللي بجنب خوي. ها والله لا تغش. إيه؟ لا تغش. معكم 10 دقائق. اسمعوا الورقه وابدوا الان. انا باخذ رسائل لكم من يا رب مين بيطلع مين بيطلع. لا احد يشوف. ها اللي يشوف راح استبعد من الاختبار. يا ويلي. ها لا تكفى. لا اكاد اكاد هذا اهم شيء. لا لا كنت بقول اسمه والله. اي لا تقول اسم. لا تقول بالله لا تقول. يا اخي وش والله فشيله. لو سمحت منك. يلا واحد النقاط. والله نقاط اخاف الورقه هذه ما تكفي في النقد فيه. عبد الرحمن عارف ورقتك. لو سمحت لو سمحت. طيب استنى والله هشام يطالعني شكله اسمي عنده. سعد سعد عطني هذه ممكن. لا هذه فقرتنا لو سمحت. اكتب على فخذك على اي شيء. يا اخي ما عندي شيء ينقد فيه. هاني استبعدك لو سمحت. لازم نقد لازم. استاذ ابغى اروح دوت نت. ايه شباب ايوه نظام خوي كلنا ندري انكم تحبون بعض والجمهور يدري ان نحبهم يحبوننا خلاص. يعني ها شيء بعيدا عن انك تجرح الشخص يعني. عادي تطول. ها 10 دقائق يمديك تكتب لك كتاب كامل. طبعا الجمهور ننتظر رسائلكم على الهاشتاج للشباب جميعا. برضو نقد بناء ان شاء الله.
وراح نقراها للشباب هنا. اقول لك حاجه يا سعد، انا التعبير عندي زيرو. طلع اللي في قلبك بس، اهم شيء بدون سب يا عبد الرحمن. شباب كل واحد عاصر مخه، يا ترى ماذا بيكتب في الورقه؟ بس يا اخي انت جبت لي واحد مره صعب. انا احب الاشياء الصعبه والله. انا جاب لي واحد. لا قلنا يا شباب، قلنا مدح. لا اركز. ها ايوه انا قاعد ادور ثغره. ماني هذا مطلوب ثغره. والله قاعد ادور ثغره. يلا يا شباب باقي من المده 9 دقائق. معاذ قاعد يكتب معروف. يا سلام عليكم معاذ، والله وحش بيحاول على كذا. طبعا الجوهرة تقول رسالتها للمتسابقين جميعا، ما قصرتوا طيلة أيام البرنامج، راح الكثير وبقى القليل، شدوا حيلكم وجمعوا النقاط واستمروا بحماسكم. أم عمر تقول طبعا أنتم خليكم معي، وها هو نفس الوقت نتمنى أن تكون قلوبكم على بعض وما أحد يحمل على في قلبه على الثاني، لأنها فترة بتطلعون ولا تبقى إلا الأخوة بينكم، والله يوفقكم وحاولوا أنكم تستغلون باقي الأيام وتقدمون كل ما عندكم، هذه فرصتكم الوحيدة. كلام جميل يا عمر. خلصت؟ لا مو مسموح لك. مسابقة هي. لو سمحت. هاني مسابقة وطالع فرقته؟ داخل في اختبار. زياد كمل. فرحان. معك 8 دقائق باقي. والله. أعصب أخوك، كيف قلت تلقى يمين يسار شيء. اجلد ما عليك روح. نبغى نضحك يا شباب فيكم. أم نواف تقول نتمنى كل شخص يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله وكونوا يد واحدة موفقين ومسددين. رغد بارشيد تقول لا تتأثر بالكلام من اللي حولك، خليك دائما واثق بنفسك ولا تكون من اللي يهتزوا بسبب كلمة فلان أو فلان. أهبد أهبد. سواء من الجمهور، لو سمحت معاذ ما لك علاقة. طيب خلاص. انت قاعد تقول بدون اسماء، انت قاعد تفضل بدون اسماء. بدون اسماء للشباب للشباب. ولا هي اكيد بقول اسماء، وهذا الشيء ما حد يختلف عليه، بس لو تعدل هذا الشيء راح توصل للي تبغاه واكثر. الله يوفقك يا نجم. انا طبعا الرساله هذه بشكل عام، عرفت انا اقصد الجمهور بالراحه اقول اسمائهم، لكن متسابق بشكل عام رساله عامه. هذا من باب الرياء قاعد يمدحهم عاد. لا ما يمدحهم عاد، لا 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 لا، يقولون الجميع رساله للجميع. هنا يا حسن ايش تبغى انت؟ فعلا في هنا واحد يقول في بعض المتسابقين من مناطق ما نعرفها، يا ليت تجي يوم وترتبون وتقدمون شيء عن منطقه نبغى نستفيد عنكم. الحلوه وين راحت؟ الحلوه يكفي اسمها يا زياد. يكفي. يا سلام الله. يلا شباب باقي 5 دقائق. ها تبغى قاعد تشتت تفكيري بقبل. لو اسمع هذا النظام انا ابغى اعرف. انت في الاختبارات كنت كذا نظامك؟ كيف يقول لك 5 دقائق تشتت ما تحل؟ لا لا اكتب اي شيء حق ربك. يلا وريني انا كذا والله. انا كذا والله. يلا نشوف الشباب والله متحمسين الا حسن كاتب لي سطر واحد بس. والله انت جبت لي انسان صعب. لو سمحت لو سمحت كم جاب لك عبد الرحمن. ما راح اقرا اذا مدح مدح زايد ما راح اقرا ترى. بما ان الفقره تقوم على النقد مشكله. لا نقد بناء يعني النقد هو والشباب كلهم راح يتقبلون واحنا عادي شيء جميل بالعكس. اهم شيء انهم يتقبلون. تراني بقول شيء يكون معلوميه الشباب والمشاهدين، تراني سالت الشباب كلهم ترى. انا ما سالت. تتقبل الغاء لا 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 سالت الشباب كلهم ترى. في احد بيزعل شيء؟ قالوا لا والله. لا والله لما قبل شوي كنا في التشريفات. هي صح التعبير هي بناء يعني بالضبط. هي نقد بناء طقطق عادي نضحك مو بشرط ترى شيء رسمي او نقد بناء يعني عادي شيء خارجي. واحد بيقول لي نومك كثير انت سعد عادي عرفت مثلا. نومك مره اهم شيء بس انك تقرا يعني الكلام مضبوط ان شاء الله يا رب. صالحة تقول ترى كل الشباب اللي باقي ما أخذوا الحصانة أو الأول أنتم تستطيعون، أنتم أقوياء بإذن الله. الأسابيع الجاية لكم نصيب ثقوا بالله. المنشدين فين المنشدين؟ ترى طالبينكم كثير والله. يقول نبغى فقرة خاصة بالإنشاد أغلب الهاشتاج ترى آخر واحدة هنا قحطاني لو سمحت. مسكين اللي قاعد يحاول يجمعنا والله قلبي معاك الله يكون في عونك. صدقني راح أنا بسوي فقرة خاصة فيني أنا أجمع المنشدين. المشكلة لا دامكم ما اجتمعون انا بجمعكم. مشكلة كل واحد في شرق واحد شرق واحد غرب واحد دوام ما له علاقة ما له علاقة. اجيكم باص انا اجمعكم عادي.
نشوف ان شاء الله. اجتمعنا الاسبوع الماضي. نعم والله ابدعتوا شيء بسيط. اجتمعوا ذاك اليوم. اي لان اصواتكم جميله ما حد صراحه ما ودنا. بس انا استغربت انهم ما دعوني يا سعد. اوه غلطانين غلطانين. كانت غلطه. وانا فتاة المجد تقول استمروا بصداقتكم حتى إذا قضى البرنامج لأنه هو فترة بينقضي. بس أهم شيء الأثر اللي أنت تركته والأخوة في البرنامج لا تنقطعون على شبكة المجد تكفون بإذن الله إن شاء الله. باقي دقيقتين يا شباب ها؟ اللي خلص مين خلص؟ أقدر أجي؟ أستاذ 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 خلصت. خلصت؟ حلو اللي خلص يعطيني يلا. تبي مع ما تعلم أحد باللي اللي كتبته ومين الشخص؟ جيب قلمي بس. قلمك ما يكتب ترى يا شباب ابطال والله. عبد الرحمن عارف بالله تعالي انا ارجع مكانك واعطني يا رب بعد. الله يستر علي بيتكلم. اسمع سام ترى انا ما هخلص لين ما تقول الوقت انتهى. لا لا روح هذا احب الشيء هذا نروح. وش ذا مسك واحد والله مدري والله حظه مع انه هو طلب مني اسم بس ان شاء الله نيجي. بس ما جبت لي اللي في بالي حرام عليك. هذه المشكله عاد قسمه نصيب. معليش عبد الرحمن قاسم اخذنا الاسم. عبد الرحمن لو سمحت ما حطالع ما حطالع. 25 25 25 آخر دقيقة آخر دقيقة ها يلا 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 اجمع اجمع هالنقاط دقيقة يا هاني جيتك يا هاني دقيقة جيتني يوم أنا قضيت من الأوراق إيه سعد سعد بوريك حاجة وبعثرت فيها كل ما تعلم أحد ها سهل والله خاف مني يا شباب سهل سعد ابو علي ما لو سمحت ما في بعد ابو علي بعد خلاص حطيتها في الظرف ايوه بالله عليك اللي انا مغمض عيني عشان لا تخلي فيني شيء اكتب ما بدالك عشان لا شوف خلاص حسين ايوه فيني فيني جبتكم انتم يا اثنين انا اوريك والله سهل لا تعلم احد ايش صار لا لا هذا يخاف منه والله صدق ربنا يكرمك من حرمشي لا انت ذا ربنا يكرمك ابو علي قاعد افكر ابو علي ابو علي موجود شكرا لك في كل مكان ابو علي لا لا قلمي قلمي ابو علي موجود ابو علي سامي قلبي سامي ايش رايك بفكره تسوي موقع نفس الحركه هذه موقع؟ ايه يصير دائما كذا بين الاخويا حلو يدخلون الموقع هذا ويصير كل فتره بينهم الجلسه هذه جميلة والله هذه جلسة جميلة واحد يطلع على اسم واحد من اخوياه ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ترى في معاذ رشيد خلص معروف كلهم خلصوا؟ كلهم خلصوا والله باقي اخر كلمة الان يلا اخذ منك الان يلا بس تعال 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 خلها شكرا اي بالله وانت جاينا مرة تعال انت جاينا عشان اخذ عشان في شيء ابغاك يمكن ما تعرف تقرا والله ما هو ارسم ورسم والله والله اسمع اعطني هذا الخط الله وكيلك ها يلا عجل عجل خلنا نشوف البريد معاذ رشيد ان شاء الله كاتب من فيه آخر 20 ثانية وسأستبعد رسالتك. يو نبي نعرف عليه من اللي ما في ما في ما عندنا. لا أنا مليان والله. سعد. أعطونا هلين قلنا بس والله. سمعنا نشودة الممر. عطني قلم سعد. قلم اسمع. وين؟ ما في صدقة. هنا هنا صدقة. أيوة بسم الله. تبدو الصدقات. والله هذا دافور بلس. شباب. نبدأ دوس نبدأ اللهم سلم سلم نشوف منو سعيد الحظ أول واحد يا رب طبعا يا شباب بيطلع هاني صراحة بكل أمانة ما حد يعرف اسمه عند مين والله اي والله ها بكل أمانة ما حد يعرف اسمه عند مين لا والله كيف يعني يعني أنت تعرف هاني مين اللي كتب لك رسالة والله ما حد ما تعرف صح لكن أعرف مين كتب ما أعرف ها شوف هذا فين كاتب الرسالة كاتب ما لا كنت ماسك قلم شباب عشان الوقت أول رسالة استغمت بالغلط أول رسالة ما طبعا ما نعرف مين لكن إلى معاذ برشيد العب الى معاذ نعم معاذ برشيد يا ويلي قد يكون اللباس الذي تلبسه محبب اليك حلو لكنه تشويه بصري معلش بكل الناظرين اليك حلو كامل مخرج من شروط الفقره تقرا الرساله كامله كمل كمل روح 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 خلصت صح لا باقي روح روح عيش عيش روح والله كروما والله المهم أحسن بعض الأحيان من تعاملك فيك شوفة نفس حلو مع أني ما أظن هذا الشيء فيك لكن يبدو كذلك حلو اللي شايف نفسه بس لكن بكل أمانة ما تدري مين لا والله ما أعرف والله والله راح تدري والله راح تدري اللي شايف نفسه يا بس كويس لا كويس إنه يعني عبرنا يا هو لو سمحت لو سمحت لو سمحت الرسالة الثانية يا شباب الرسالة الثانية إلى هشام الملحاني هشام الملحاني بما أن المطلوب النقد فاخترت كيف أنتقدك وأنت مبدع
احمل لك المحبه الصادقه وتمني بكل خير. الله بنتفق. والنقد لا يعني التقليل. اعطي المزيد من الفرص لغيرك والمساحه الكامله لهم. اقول المزيد تعطي فرص لكن المزيد هو المطلوب. شكرا. كالحديث والاسترسال. وصلت؟ وصلت. ما تدري مين ولا راح تدري قلنا. والله ايش هو قاعد يقول ذا؟ لو سمحت حسن ما اعرف والله قال كلام عميق ترى. والله قال والله. طيب الى حسن المصعلي. اوه حسن قوي. ابتسامتك تعني الكثير. الله الله. من الحزن والحرمان. لا احد او ابتسامتك تخفي الكثير من الحزن والحرمان. لا احد يعلم ذلك ولكن كن على يقين انك ستصل لما تصبو اليه حتما. الله الله. وكن على يقين ان المفروض تحزن لو سمحت. وكن على يقين أني بجانبك دائما وخلفك في عثراتك وثق بالله أنك ستبتسم يوما ما. الله الله. وسيبدل الله حزنك بفرح ينسيك كل أحزانك. آمين. لا أراك الله حزنا في حياتك القادمة. آمين. أمامك طريق النجاح فاضفوا إليه بثقة. دمت بود يا صديقي. الله الله. وين النقد؟ ما أدري والله نقد بس إنه قال ممكن إنك في حزن ما أدري بس يلا مشي يلا 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 المرض انه ما نقرا بس يلا هذا الاسم لو جاء عند شايع ولا بحاج ولا عبد الرحمن ولا هشام يمكن يجي اكثر يعرفوا ينتقدوا. جميل جدا. انا احب اللقطه هذه. المهم رساله الى زياد قريشي. طبعا حد اشوف الاقلام مرتجعين يا شباب ايش فيكم طالعوا هنا مو في الاقلام انا قلبي قاعد يوجع. طالعوا هنا رساله الى زياد. اول شيء احبك. ثاني شيء انت شخص لطيف جدا. انا ترى كنت بوقف بس لما قريت السطر الثالث بكمل. خلصنا المدح وندخل للجلد. اول شيء يا ليت تخفف الثقل. ثاني شيء تراك الهزام جدا. اوف ابوه. وثالث شيء لا تكون عاطفي وقرر بعقلك مو بقلبك. ورابع شيء للاسف ما تهتم باللي يحبونك او بالاصح ما طقيت لهم خبر. وخامس شيء اهتم بموهبتك كثيرا. وسادس شيء لا تسلك في الضحك. اخيرا احبك. ختمها بالحب وبدأ الله لا يحبك. الله 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 والله والله وش بقيت الحب لا تنسانا من اكلك. الله يحبه والله. عرفت لا والله ما اعرفه بس انا بعد. طيب رساله الى عبد الرحمن. عارف حلو اسلك وعلى عبد الرحمن. يعلم الله اني احبك. شكرا. وانت مبدع وكسبت قلبك الطيب وعفويتك. وانت مبدع لكن عندي نصيحه لك. شد حيلك في التقديم والتمثيل. انت جاي تنزل موهبتك في التقديم والتمثيل. الى الان ما شفت قدمت كثير وباقي اسبوعين. حاول تشد حيلك في الايام الجايه وتقدر تقدم كل شيء عندك. وهذه فرصه لك واهم فرصه انك في قناه البدر. الله 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 الله. انا 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 كاني عرفت مين اللي كتبها. وان شاء الله ما تعرف قلنا. والله عرفت مين اللي كتبها لانه دائما يرددها لي هذا. والله ايوه دائما يردد لي الكلام هذا. طيب مضبوط. ما بخرب الفقره. رساله الى هاني الجبرتي. لا تتأخر. حلو. رسالة إلى العزيز. هاني أحبك في الله وشخص عزيز جدا. حبيبي. بس ثاني مرة لا تسوي مصابيب. أوكي؟ هذا صريح. أو مطبق حاطه بين قوسين مطبق. هذا ما 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 بس خلاص؟ بس. ما انتقدك. هذا كان ناوي. والله خايف تقول أشياء ناوي. صديقي من أهدى إلي عيوبي. نعم. رسالة إلى سهيل القحطاني. والله القحطاني. إنسان خلوق. شخص جميل جدا. محبوب لدى الجميع بس في حاجة واحدة مو حلوة. مزحك ثقيل مع أغلب الشباب. حاول تغير من شخصيتك. الله يسعدك وشكرا لقناة المجد جمعتني بإنسان مثلك. ولا قصور في الشباب وشكرا لك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. ما راح أصفق. ما راح أصفق. أنا بصفق. وأسوي عصيد. صفق نفسه. وأسوي عصيد إن شاء الله. تسوي عصيد. طيب إن شاء الله. الرسالة ما قبل الأخيرة إلى الأستاذ شايع القريني. اللهم سلم سلم. صديقي وحبيبي شايع، أنت إنسان لا تحب أحد يجرحك. إنسان شديد. أخاف من شدتك تخسر ناس مثل تعاملك مع أبو محفوظ. لأنه هو يحب يمازح، حتى لو يبغى ينجح فقرته، لابد أن يكون الإنسان مرن في تعامله. وأنت إنسان تخصصك يعلم أو تخصصك يعلم كيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم. ترى صرنا ما نتغدى وسبب سهرك. عرفت حسن المصعلي. والله من البدايه وانا كنت عارف. انطبق. احبك موت واخاف بعدك اموت. الله يسعدك. اسمع اسمع حسن. سعد سعد ممكن اقول من اللي كتب الرساله؟ اكيد محمد. مفضوع مفضوع مفضوع. الرساله حقتي الرساله الاخيره. اكيد صح؟
انا لانه اعرف هذا الرساله الاخيره محمد ختامها مسك رساله لمحمد بحات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام اتمنى منك يا صديقي العزيز ان تتفائل دائما وتترك التشاؤم الله انت انسان مبدع لكن تاتيك احيان ساعات تفصل فصله والله دائما تعند مو ساعات لكن سرعان ما ترضى بسرعه وتنسى السالفه وهذا شيء جميل فيك اي والله ها ايش اللي حسبي الله قول قول وتكفى قولها قولها لا تكثر من الجل والله شو الذنب علي انا مو عليك استغفر الله العظيم تكفى لا تكثر من الجل عشان شعرك ما يساقط مثل مقدم الفقرة هذا جلد رايح جاي نفسي اعرف هذا المهم اخير مكتوب تكفى لا تكثر من الجل عشان ما يتساقط شعرك مثل مقدم الفقرة حلو يعطيك العافية الله يعطيك كانت رسائل جميلة وكان بريد الان في اصدقاء طبعا ممكن يتكرر البريد لكن رسائل من غير الاصدقاء طيب سؤال سم انا ممكن في شيء ممكن انا اعارض فيه الكلام اللي انقال على العشاير اللي هو انه ما يحب احد يجرحه لا يا اخي كلنا ما نحب صراحه للامانه شاير يتقبل يعني انا جيت لما جيت لو جيت اكلمه ولا ذا يا اخي يتقبل مني انا ما شفت منه انا لكن هو كان في حد اي في حد أيوة. في يعني معلش الناس عندها حدود ايوه انا اذا طلعت على القناه على قناه امام ناس مشاهدين لا تقلل من ثقافتي لانه هذا مو مجالي انا يعني مو شرط انا اكون ملم في الشرق والغرب يعني انا ملم في ثقافه معينه صح عندي بعض الثقافات لكن انا تخصصي في مجال معين يعني مستحيل يجيك الطبيب ميكانيكي خليك دايم وانت فوق طامح شامخ في العلوم طامح